السلام عليكم متتبعين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير هانيين. كنتمنى يا ربي تكونوا على خير وبخير وبصحة جيدة يا ربي. رجعت من بعد واحد الفترة، واحد الغياب اللي كان شوية طويل على القناة ديالي وعلى المتتبعين الزوينين ديالي. فكنقول لكم انا رجعت ان شاء الله بقدرة الله سبحانه وتعالى، رجعت للقناة ديالي وان شاء الله غادي نرجع للوصفات ديالي وال القناة ديالي والفيديوهات ديالي كيف العادة إن شاء الله إلا قدرني الله سبحانه وتعالى. بعد واحد المرض، واحد التعب، واحد الفترة معينة اللي دوزتها بالمرض، والحمد لله الحمد لله تخطيتها والحمد لله. كنت من الناس كاملين يتخطاوها والناس كاملين يكونوا على خير وبخير ويكونوا بصحة جيدة يا ربي. فانا خوتي، يعني احنا اخوة في الاسلام واخوة، يعني الناس كيحبوك وكيتبعوك وكيتابوناو عندك وكيشاهدوك، فهم خوتي، فانتوما خوتي، الناس اللي داخلين عندي، الناس اللي مشاركين، الناس اللي ما مشاركينش، الناس اللي كيشوفوني وكيمشيو، فهادو احنا اخوة. وكنت نتمنى يا ربي نال الاعجاب الجميع، وكنتمنى الناس اللي كانوا كيسولوني في هذه الفتره هذه وما كنتش كنجاوبهم، فوالله العظيم كنت عيانه، كنت مريضه لسببين. السبب الاول كان عندي مشكل صحي، والسبب الثاني غادي تعرفوه في الاخر ديال الفيديو. كنت مريضه، ما كنتش كنقدر نهز التليفون، ما كنقدرش نوض، ما كنقدرش ندير فيديوهات، ما كنتش كندخل هكا غير القناه ديالي كنشوف، مي ما كنتش كنقدر نجاوب الناس كاملين، ما كنتش كان راسي بزاف، كان كيضرني بزاف. والحمد لله الحمد لله تشافيت وتعافيت الحمد لله، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. فدابا انا رجعت ان شاء الله غادي نجاوب على جميع الكومنتيرات اللي عندي، والناس اللي داخلين عندي الخاص حتى هما غادي نجاوبهم. فالحمد لله والشكر لله اللي ربي الحبيب اللي كيشافي وكيعافي. شنو بغيت نقول لكم؟ ان شاء الله دابا غادي نحاول نبقى ننزل فيديوهات ماشي بحال قبل، يعني غادي نبدا ننزل فيديوهات تقريبا، واخا نحاول ما امكن اني ماشي كل نهار. نتوما كتعرفوا يعني الانسان كيكون عنده مسؤوليه وكتكون عنده خدمه وحوايج اخرين كيكونوا مثقلين عليه، يعني ما يقدرش كل نهار يحط فيديو ولا هادي، مي غادي يرجع ان شاء الله وغادي نبدا نحط فيديوهات، وغادي كنتمنى من الناس والمتتبعين ديالي ما يزابيوش ما يزابيوش ما يزابيوش ما يمشيوش في حالهم. كنتمنى الناس كاملين يبقاو، لانه بالفضل ديالكم حنا كنزيدو، وبالفضل ديالكم انا القناه ديالي بدات كتكبر، وبالفضل ديالكم انا فرحانه والله العظيم فرحانه. واخا انني ما كنتش كنحط فيديوهات، واخا انني ما كنتش كندخل، ما كنتش زعما كنقدر ندخل القناه ديالي ولا نجاوب ولا هدي، ولكن الحمد لله وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، هي من ان القناه كتبدا تكبر والناس كيبداو يدخلوا عندك، وكتشوف متتبعين، وكتشوف انك ناس حبوك والناس بغاوك ودخلوا عندك. فكنقول مليون الف مرحبا للجميع، جميع جميع، ماشي غير المغاربه، حتى الجزائريين وحتى التوانسه وحتى اللبنانيين وحتى المصريين. وكنقول للناس، كاين بزاف الناس ما كيفهموش الهضره ديالي، ما عرفتش واش حيت انا كنزرب ولا اللهجه المغربيه ما كتفهمش، ولكن للاسف شديد للاسف شديد ما كنقر بشي لغه من غير الدارجه المغربيه، يعني ما كنقدرش نتواصل، يعني مثلا نهضر بالمصريه في الفيديو ديالي ولا نهضر باللغه العربيه، ولكن الناس اللي كيخليو لي كومونتيرات وكيقولوا لي ما فهمناش الهضره ديالك، كنحاول ما امكن انني نكتبها لهم باللغه العربيه، كنكتب لهم، كنعاود نقول شنو انا يعني باختصار كنقول شنو قلت باللغه العربيه. وشكرا بزاف الناس اللي متبعني، والناس اللي كيشجعوني، والناس اللي كيخليو لي كومونتيرات ديالهم، والناس اللي كيخليو لي لايك ديالهم والاشتراكات ديالكم. فكنقول لكم شكرا بزاف، والله يخطيكم عليا. فانتما العائله الثانيه ديالي، والناس اللي والناس اللي باقا جدادين عاد غادي يشوفوا القناه ديالي. فكنقول لكم مليون الف الف مرحبا بكم في القناه ديالي، وما تنساوش الاشتراكات ديالكم فهي اهم حاجه، ولي لايك ديالكم فهي الاهم من الاهم. فمرحبا بكم الناس اللي باقا جدادين والناس اللي قدامين، فمليون الف الف مرحبا بكم في القناه، قناتكم
واي تساؤل واي حاجه بغيتوني انني نديرها فما عليكم غير تخليوها لي في كومونتيرات، وان شاء الله غادي نجاوب على كل الكومونتيرات ديالكم، وغادي اي حاجه طلبتوها مني واي محتوى بغيتوني نديره لكم ولا اي فيديوهات بغيتوني نديرها لكم فانا ان شاء الله غادي نديرها لكم باذن الله السميع العليم. وبقاو مع الغداء ديالي وبقاو مع النهار ديالي، فحنا عندنا الشتاء وانتم كتعرفوا الاجواء هنا في اوروبا، يعني ما كتعرفش واش الليل ولا النهار. انا في البيت ديالي، وعلاش ملي كيدخل الضوء ديال السرجم كنضطر انني نسد السرجم ونشعل الضوء باش كيجي هكا شويه، كتجي كتكون تفيلمي كيجي شويه كيجي شويه الفيديو واضح. ان شاء الله غادي نسجل معكم النهار ديالي كامل، وفي اخر الفيديو انتظروا المفاجاه والحاجه الزوينه اللي بغيت نهضر لكم عليها. ايوا كما قلت لكم، بعد ما وجدت الطاجين ديال مطيشه والكفته لهاد راجلي درتو لهم الغداء، وعندي هنايا الفول بعد ما غسلته وقشرته على حيت له الجوانب ديالو فحال لوبيه طويله، حيت له جوانب هذوك الخيوط وقطعته على هذا الشكل وبخرته وزدت عليه الثوم وربيع بعد ما فرمتهم. دابا غادي نزيد له التوابل، كيجي صراحه زوين بزاف. ودابا هذا الوقت ديال الفول، تبارك الله راه الفول موجود. غنزيد له شويه ديال الكمون وغادي نزيد شويه الفلفل الغبره، وغادي نزيد شويه ديال الملحه. كيبغي هو يجي شويه حار، غادي نزيد فيه شويه ديال السودانيه. هذه السودانيه عندي شيلي كتجي حاره، كيجي زوين، كيجي بصراحه كيجي هائل، خير جربوه غادي يعجبكم. اللي باقي ما عمر دار الفول شرموله كيجي زوين بزاف. وهذا القوق حتى هو ما نسيتوش، مشيت للسوق جبت حتى القوق وسلقته. ايوا كنتمنى القضيوه ديالنا تعجبكم والاعجاب ديالكم. وغادي نزيد الزيت النباتيه، بصراحه كي هاد الفول هكا كيجي زوين بزاف. غادي نزيد له شويه ديال الزيت النباتيه هكا، وغادي نخليه يتشحر مزيان. كيجي صراحه زوين بزاف البنات. وغادي ان شاء الله نبقاو مع يعني من غادي يطيب مزيان ويتشحر هذيك الساعه غادي نصور لكم. ايوا بقاو مع الشكل الاخير ديال هاد الفول مدهوسه ولا الفول شرموله. كنتمنى تجربوه من الاعجاب ديالكم، هو كيجي صراحه كيجي بنين بزاف، كيجي زوين. حبيباتي هذا هو الشكل الاخير ديال الفول ديالنا، بصراحه كيجي رائع رائع رائع. بعد ما كيطيب هكا كيجي على هذا الشكل هذا. المهم كل واحد شنو كيعيط له، واحد كيعيط له الفول مدهوس، واحد كيعيط له الفول مشرمال، وكل واحد شنو كيعيط له. بالحق كيجي صراحه زوين بزاف، غير جربوه والله. دابا راه الوقت تبارك الله ديال الفول وديال القوق كيف ما كتشوفوا. انا هذا هو الغداء ديالي، لانني ما ناكلش الطاجين بالكفته، ناكل غير الفول مشرمل هكا بهذه الطريقه. صراحه كيعجبني بزاف بزاف. وفي الوقت ديال الفول كنديرو انا بزاف، غير دابا حتى صراحه انا درتو شحال من مره هذا العام بالحق. مع راني كيف ما قلت لكم كنت مريضه، يعني ما كنتش كنقدر لا نطيب لا والو. المهم كنوض كندير غير بالزربه هكا وهداك الشيء، ما كنقدر لا نسجل لا حتى شي حاجه. ايوا هذا هو الشكل الاخير ديالي، كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم، وكنتمنى الغديوه ديالنا تنال الاعجاب ديالكم. وشكرا بزاف ولله يخليكم علينا. وهنا رجعت بعد ما ساليت الغداء ديالي، وبعد ما صافي جمعت كلشي، جمعت الكوزينه ديالي، تغدينا، جمعت المعنه ديالي، غسلتهم بحال العاده، وجيت باش نكمل الفيديو مع الحباب ديالي والمتتبعين الزوينين ديالي اللي خطيكم عليا، باش نقول لكم المفاجاه شنو هي.
والمفاجأة هي أنني حامل للمرة الثانية. كنت منا تفرحوا معايا فحالي أنا فرحانة، وكنت منا هذا الخبر ينال الإعجاب ديالكم فحالي ناي الإعجاب ديالي فحالي أنا فرحانة. عندنا المود ديال البرد، عندنا واحد البرد اللي هو ما نعود لكمش عليه. وش هنقول لكم؟ فرحانة بالحبالة ديالي، رجلي فرحان، عائلتي فرحانة، مهم الناس اللي كيبغيوني كاملين فرحانين اللي خطيهم عليا. وهادشي ما كاين، بغيت غير نشارك معكم المفاجأة ديالي، وبغيت نقول لكم هذه هي سبب ثاني ديال الغياب ديالي. لانه كتعرفوا المراه ملي كتكون حامله كيكونوا عندها تاثيرات، وكيكونوا كيكون عندها لي زغمون ديالها فيهم واحد التغير، وكيكون عندها واحد بزاف ديال هذه على الصحه ديالها. فلهذا السبب كان هذا السبب الثاني ديال الغياب ديالي. وكتعرفوا يعني لوحم، وكتعرفوا بالانسان يعني الشهر الاول الشهر الثاني كيدخل فيه كيكون شويه صعيب. والحمد لله لحد الساعه كنحس بدابا راسي مزيانه، ما يدوم الله سبحانه وتعالى عليا، يعني فتره الوحم كامله تدوز بخير وعلى خير. وانتم معايا، وغادي نشارك معكم جميع التفاصيل ديال الحمل ديالي من الاول ديالها حتى الاخر ديالها حتى النهار اللي يمشي الولد باذن الله السميع العليم. وغادي نشوفوا معايا الفتره الحماله ديالي كامله وفتره الولاده، ومني غادي يجي البيبي بنيه ولا وليد ان شاء الله غادي تكونوا حاضرين معايا لانكم العائله الثانيه ديالي. فكالله لي خطيكم عليا والله يخليكم تشفوا راسي دائما يا ربي. ونزيدكم واحد الحاجه، انا دائما دابا كنشوف الناس كيدخلوا جدادين عندي في المشاهده طالعه، الحمد لله الحمد لله، انا فرحانه بالقليل فالحمد لله. الله يدومها عليا فرحه يا ربي، والله لقينا مع الناس طيبين بحالكم. وشكرا بزاف للناس كيدعموني، الناس اللي داعميني، الناس اللي كيشجعوني، الناس اللي كيخليو لي كومونتيرات زوينين في حالهم، الناس اللي ما كيبخلوش عليا بالاشتراكات باللايكات ديالهم. فكنقول لكم شكرا بزاف، شكرا 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 اللي خديكم عليا، والله يخليكم تاش فوق راسي. والقناة بكم كتكبر، بلا بكم ما كاين والو، ما كاين حتى شي حاجه. القناه كتكبر بالمتتبعين ديالها، كتكبر بالمحبين ديالها، فالحمد لله الحمد لله لله سبحانه وتعالى. كيلاقينا مع ناس ما كنعرفوهمش وما كيعرفوناش، ورغم ذلك كنتلاقاو. فكنقول لكم انا فرحانه بزاف، والهلا خديكم عليا وشكرا بزاف، ونهاركم مبروك وفيديو جاي ان شاء الله، وهذه هي المفاجاه ديالي.